بناء على متطلبات العالم ناقش الطالب عبد الرزاق نجي المستاذ بتاريخ 7/4/1969 والمسجل تحت 110 تكوين البحث للدكتوراه في قانون العقود والاعضاء الحاصل على دبلوم دراسه العليا المعتمده من كليه العلوم الثانويه والاقتصاديه والاجتماعيه بجامعه الهندسه ووجده بتاريخ 17/11/2009 بميزة مستحسن وطروحة لإليه شهادة الدكتوراه في قانون خاص في موضوع الحجز المحفوظي في التشريع المغربي دراسة نظرية وتطبيقية وذلك تحت إشراف الدكتور إدريس الفخري وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الحسين الحساني إدريس الفخري جمال النعيمي عبد العزيز الحضري عبد المجيد الغميشة وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا حيد 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 حيد